فرنسا تقف على أطراف أصابعها متطلعة للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بعد أن حسم اليمين الجولة الأولى وبات على بعد أمتار قليلة من اعتلاء منصة السلطة في واحدة من أعرق الديمقراطيات الأوروبية. المخاوف التي روجها اليسار والمحافظون وأعوانهما لم تمنع الناخب الفرنسي من الذهاب خلف خياراته الشخصية في الاستحقاق البرلماني دون النظر إلى أي تحذيرات ترددت كثيراً في أنحاء بلدان عدة بالاتحاد الأوروبي. البحث عن تغيير ما وإن لم يكن الأفضل من وجهة نظر النخب السياسية كان على ما يبدو شعار الفرنسيين، وهو ما عكسته نسبة التصويت في المرحلة الأولى بمشاركة استثنائية تجاوزت 65%. الفوز الكبير لحزب التجمع الوطني اليميني بقيادة جوردان بارديلا وحلفائه في الدورة الأولى بتفوق واضح على الجبهة الشعبية الوطنية ممثلة تحالف اليسار وعلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، عزز ثقة اليمين بالوصول إلى الحكم منفرداً وتشكيل الحكومة دون الدخول إلى دهاليز التحالفات والائتلافات الحزبية غير المريحة. الرئيس ماكرون رغم إظهاره بعضاً من الصلابة وتمسكه المسبق بالبقاء في منصبه الذي لن تصيبه شرارة الانتخابات البرلمانية مباشرة، ظهرت عليه علامات القلق عقب نتائج الجولة الأولى، داعياً إلى ما وصفه بالتحالف الديمقراطي والجمهوري الواسع لوقف زحف اليمين نحو توسيع سيطرته في الجولة الثانية. وقد لجأ الائتلاف اليساري المعروف باسم الجبهة الشعبية الجديدة إلى حيلة قديمة لقطع الطريق على اليمين فيما هو قادم عبر سحب مرشحيه في الدوائر التي احتلوا فيها المركز الثالث لدعم المرشحين الأقوى الآخرين المعارضين للتجمع الوطني، مع التركيز على تعبئة الناخبين فيما يشبه الخطط التصويتية التكتيكية. وجاء الرد من زعيمة اليمين مارين لوبان بعبارات بدت قاسية ومنتشية، معتبرة أن معسكر سيد الإليزي حالياً قد تم سحقه وأن الفرنسيين أظهروا إرادتهم لطي صفحة 7 أعوام من حكمه. ومن اليمين إلى اليسار وما بينهما يبقى المواطن الفرنسي محتفظاً بكامل قراراته وحساباته الخاصة التي يحملها صوته إلى الصندوق الزجاجي.